ايش اللي صار لسيارتنا القديمه يا ضرغام؟ انت ليه جايبنا في شيء يشبه مركبه الفضاء؟ ايش اسوي، السياره اكيد زعلت من شيء وما بتشتغل كالعاده. غير محطه الراديو يا ضرغام، زهقت من الاغنيه دي يا ناري يا ناري يا ناري من الصبح. الاريا مو لاقط اي محطه تانية عشان احنا برا المدينه. طب خد السي دي بتاعي شغله ومتاكد حيعجبك. ايش في ده؟ في درس بيشرح تعليم اللغه اللمبانيه بتاعتي. ايش اللمبانيه هادي؟ اللمبانيه هي لغه اخترعها وبيستعملها فلافيلو. الدرس الاول صباح الخير باللمبانيه، يعني سلام الصبح بدري. ولما نيجي بقى نستخدمها في جمله، سلام الصبح الفطار جاهز. أنا بحب القرى السياحية جداً، حمامات سباحة كبيرة، شمسيات وكوكتيلات فواكه، بوفيهات مفتوحة. أحد يفهم عمو فلافيلو إننا مالنا رايحين القرية السياحية عشان نتفسح. إزاي كده؟ إزاي؟ فلافيلو أنت تقريباً كده فهمتنا غلط. أنا قلت لك قبل كده إن إحنا رايحين القرية عشان ناخد الفدان اللي ورثناه. بتقول إيه؟ قرية؟ ما فيهاش حمامات سباحة وبوفيهات؟ ما في شيء من هذا هناك يا فلافيلو. هو يعني ايه ما فيش؟ ما في شيء. انترنت؟ ما في. تلفزيون؟ ما في. فيديو جيم؟ ما في. نزلوني من العربية دي دلوقتي. ايش بتسوي يا فلافيلو؟ استنى، انا مش هستحمل. يا ناس الحقوني، ساعدوني، الحقوني. يا فلافيلو انا عايز انترنت، ماليش دعوه. استنى شويه. اهلا بيكم باللمبانيه، اتشرفرفرنا بيكم. عجبك اللي سويته يا فلافيلو؟ بسببك هنمشي كل هذا الطريق على رجولنا في الحر. مش لاقط ولا شرطة حتى، مش راضي حمل صورة واحدة. هو في ايه؟ غزان، شفت الجزر اللي بيتحرك هناك هذا؟ ايوه الجزر بيتحرك وبيرقص كمان. انت تفرجت على كرتون كتير في الفترة الماضية. انا اتكلم جد، صدقين اتحركوا. يا اولاد تعالوا بسرعة تعالوا. ايش المكان ده يا ضرغام؟ هذا الفدان اللي احنا ورثناه عن اهلنا. فدان ايش؟ هذا فدان كله طين وما في ولا زرعة. فدان كله طين بس؟ مرة فظيع. ده حتى مش وصل له انترنت. لا تبالغوا لو سمحتوا، المكان محتاج شوية تنظيف مو اكتر من كده. بعد اذنك، اكيد في العالي هنا في انترنت اشوف بيه فيديو. فلافيلو انزل من فوق حالا. الجزر بيتحرك قدامك. اجري يا رزان. بالراحة يا ليث، استنى. مشوا من هنا، شوفي ليث، هو بعقلك ينفع اننا نطلع نجري ورا الجزر؟ ايوه ينفع. ايش هذا؟ ارنب ابنه من جزر. فار خشمه من الباذنجان؟ لا، روسهم عليها خضار. الجزر اكيد بيقوي النظر بس مو بيقوي السمع. يلا يا جماعة نسقف للي قال النكتة دي. سقفوا للقرد. مكانك مش وسطينا، مكانك الكوميدي شوز. دول ودنا ومناخيرنا فعلا، بس احنا تحولنا بسبب مخلفات المصنع ده. ما عندهم هنا محطات معالجة ولا ايش؟ لا في طبعا، بس قلنا لهم ما يشغلوهاش. الودان دي موضة السنة دي، اكيد ما عندهمش محطات معالجة طبعا. بس اللي بيسووه هذا جريمة، ما ينفع يوسخوا الطبيعة كده. امشي يا ليث، يلا نروح نتكلم معاهم. احنا فاضيين لكل هذا الكلام؟ حقيقي عندك شغل كتير قوي يا نجم، ده انت حتى كنت بتحل مشكلة المية في الصحراء. ما تتعصبش يا أرنوب، انت عندك الضغط. هذا كان آخر شيء، كده لمينا الزبالة كلها. تعبت قوي النهاردة، أما أخد لنفسي سيلفي وأنا عرقان كده. متعة الحقل مع الأصحاب. يا لهوي، لسه الشبكة ضايعة ومفيش انترنت. تمام كده، كده آخر تمام. الحين لازم نكنس الأرض بالجرار. أوه، جرار. بيريب بيريب بيريب. لا مالي صالح، أنا الأول. خد حزامك، أنا قدامك. هنمشي بسرعة. هنمشي مرة بسرعة. فلافيلو، هو أنت دايس على البنزين وأنا ما أدري؟ دايس بنزين على الآخر. ماني منتبه.
بيتهيألي احنا ماشيين بسرعة. حتى الفار العجوز عدانا. ما تبصش عليه لحسن تحسده. العمال يطلبون زيادة رواتبهم. وانا كمان بدي اسبح مع البط بمسبح كله ذهب، بس للأسف مو كل شي بيصير. يا عزيزي مو كل يلي بدنا اياه بيتحقق. يلي بعده. العمال دايرين لهم عطلات عمل إضافية. وانا بدي اقعد يوم الجمعة احضر كرة قدم، بس مرتي بحياتها ما راح تخليني. يلي بعده. هذان الشخصان يريدان مقابلتك. طيب انتوا معكم 6 ثواني ونص وراح نبلش من هلا. اهلا سعادتك، صرف مصانعكم بيصب في الصرف الصحي ومؤذي للطبيعة والحيوانات. ليش ما تسووا محطات معالجة من أول؟ كثير غالية وما لها لازمة. لازم نشتكيكم لأنكم ما بتشتغلوا. عيد هالحكي مرة تانية. 6 ثواني ونص خلصوا، زحلطوهم من هون. لازم تنفذ مطالبنا. لازم تنفذ مطالبنا. حنشتكي. تمام كده احنا كنسنا الأرض بالجرار وحندخل على المرحلة الثانية. يا ترى ايش تبغى تزرع هنا؟ كب كيك شوكولاتة. مو ايش تاكل، اقول لك تبغى تزرع الفدان ايش؟ كباب. الكباب ما بينزرع، قول فاكهة او خضار. تمام بيتزا سخنة. ايش فيك بس، البيتزا كمان ما بتنزرع. ازرعوا البطاطس. بطاطس المكان هنا مناسب ليها. يعني بطاطسات باللومبانية. ايه البطاطسات دي؟ يلا نزرع بطاطسات. بطاطسات كتير قوي. بطاطسات 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 بطاطسات. احنا نزرع بطاطسات. تسعيف تسعيف، برافو، حليتوا الموضوع بسرعة فظيعة. برافو برافو. انفضحنا قدامهم. اها قلت لك لا نروح من اول. لا يا ليث، ما حنستسلم. انا اشتكيت وحيكلموني. الو اهلا يا استاذ. كيف ما هي مشكلتكم يعني؟ هذه ما هي مسؤوليتكم؟ مسؤولية مين طيب؟ ما ينفع كده. الو الو، قفلوا الخط. طبعا قفلوا، مش مشكلتهم. احنا مناخيرنا بقت بتنجان هنا. دقيقة دقيقة، مو مشكلتهم؟ طيب طبعا احنا رح نخليها مشكلتهم. كيف يعني؟ حقول لك. شوفوا معايا، لما نرسم هذا كده ايش تقولوا لي؟ دي رسمة. رسمة ايش بس هذا المصنع؟ ايش اللي حيصير لو نقلنا احنا النفايات هذه في انابيب تحت الارض توصل للحي؟ هيحصل ازعاج كبير. سيبك من الازعاج، لو وصلت النفايات اللي في الانابيب لموظفين الحي حتصير مشكلتهم هم مو احد تاني. الخطة جميلة وكل شيء، بس كيف حننفذها وكمان من تحت الارض؟ ايوه هذا هو الجزء المستحيل. يا ليتنا كنا بنعرف نتكلم مع الخضار، كانوا يمكن يساعدونا من تحت الارض. طبعا نقدر نتكلم مع الخضار، لو استخدمنا اللغة المناسبة ممكن نتكلم مع أي كائن حي على الأرض. ايوه فاكر جارنا العجوز عم زعل؟ هو كمان بيقول انه بيعرف يتكلم مع الزرع والورد كمان. القصب بتاعي فين؟ انت اللي خدت القصب بتاعي. قولي انت اللي خدته؟ انا هعاقبك، مالكش مية لمدة يومين. اخيرا خلصنا الارض. كفك يا فلافيلو. ما فيهاش حيل يا درغام، مش قادر ارفع ايدي. ضبطتوا الارض فعلا، برافو عليكم. اتفضلوا سويت لكم عصير ليمون. بابا ايش؟ احنا محتاجين مساعدتكم. ايش في؟ في مصنع هناك بيأذي الطبيعة والحيوانات بالنفايات حقته. محتاجين بطاطسكم عشان نوقفهم عند حدهم. يا بنتي فهميني، ليث بيخرف مرة تانية. بابا ليث بيتكلم جد، حنكلم الزرع ونطلب منهم إنهم يساعدونا. أنا هبدأ. ألو أنتم سامعيني؟ ألو يا بطاطس. لا لحظة، لازم تكون إيجابي وهادي كده. أهلا يا بطاطسات يا حلوين، تعالوا ممكن تساعدونا لو سمحتوا؟ مو سامعينا، ما ردوا علينا. وسعوا لنا كده يا شباب. إيه الأخبار يا بطاطسات؟ اسمين أنا فلافلون. اي فروم فين فان اين فرون فاين. مهتر 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 امبريري تهتاتو تا. مو معقول اللغة اللمبانية؟ وكيف البطاطس فاهمين اللغة اللمبانية؟ فهمني. ما انا عارف يا ابني، في يوم من الايام كله هيتكلم لمباني. يا ريت تسألهم، هم ممكن يساعدونا. حاضر. بلا لينكو لمبا لمبا بلا لينكو. ابيرا برجري ابيرا بيري. لا يا عم ما تقولش. اتشوتشت. تمام الموضوع اتحل. اولي ترى طلع للبطاطس فايدة تانية. يلا نبدأ حالا. شاوي 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 شاوي
بيصير. مين المسؤول عن النفايات هاي؟ قول بسرعة يا معلم. النفايات هاي جاية من مصنع الكيماويات يلي بأول الطريق. رح فرجيه هون. روح جيب لي وصولات الغرامات وقلمي بسرعة، لازم يدفعوا الثمن غالي. خلصنا. برافو يا وزير. برافو عليكم. احنا فخورين بيكم فعلا. بشكركم يا شعب يا حلو. اتطبقت غرامة على مرتضى بيك مدير المصنع لأنه أذى الطبيعة والحيوانات، ما تقلقوا. يا ليتك سمعتنا لما جينا لك وحذرناك منه أول. معك حق يا أنسة، غلطت غلطة. مدير المصنع وعدنا أنه راح يعمل محطات تنظيف للنفايات تبع المصنع لحتى ما يأذي الطبيعة. يلا يا مدير، قدامك 6 ثواني ونص بالضبط حتبدأ من الحين، جاهز؟ أيوة. بوعدكم حأعمل محطات معالجة ما تأذي الطبيعة والحيوانات. برافو. شكرات يا شباب علش مساعدتكم. أيوة درغام فكرني نعمل بطاطس محمرة بالليل، نفسي فيها قوي. بتقول ايه؟ نفسي هفاني قوي النهاردة على تورتة عيد ميلاد. وايش بهالكيكة العادية يعني يا فلافيلو؟ ماني فاهم. لا دي فيها شوكولاتة وكريمة. طيب يا سيدي، أنا بكرة في الليل رح أجيب لك من تورتة عيد ميلاد ليث. أيوة بقى أنا جاهز، كل ما نسوي حركة الشخصيات اللي في اللعبة حتسوي زينا. إحنا نلعب كرة سلة مو رقص وتضيع وقت يا عمو. ماشي تمام اتفقنا. يلا كله استعداد. مسكتها، شوف الفن واللعب. هوب هوب. ايوه الحريف، بص شوف شفتي؟ تعبتني معاك. اهو ايش بتسوي يا فلافيلو؟ برمي طماطم. بترمي طماطم؟ انت بتلعب باسكت ولا بتسوي سلطة؟ البادي اظلم. ايش بترمي يا بابا؟ برمي حمام. طب انا بقى حرمي عليك بطيخ. اياك تسوي كده. ايش اللي بيصير هنا؟ العيشة هنا صارت مزعجة يا جدو. ليه بس كده يا جدو؟ سيبني في حالي، مرة معصب. خير يا جدو، مين بس اللي عصبك؟ مين يعني؟ أنا مثلا؟ أنا يعني اللي عصبتني؟ مستحمل نفسك إزاي يا أبو السباع؟ هس، ولا كلمة ولا نفس. آسف. أنا طلعت من الصباح بدري عشان أعمل كم مشوار، بس من ساعة ما رجعت البيت وأنا متضايق لأني حاس إني نسيت شيء مرة مهم. إيش يعني؟ أنا مو طايق نفسي. حلوة الزحلقة دي، شخطة كمان يا أبو السباع. نسيت إيش أنا؟ إيش نسيت؟ أبغى أتذكر إيش نسيت. جيم أوفر يا عمو فلافيلو. يا راجل النجدة النجدة، برج المراقبة، طوارئ طوارئ. جدو ايش بك انت، كويس؟ يا عسكري ايش قاعد تسوي هنا؟ ادخل معايا الكبيرة بسرعة. امرك. ايش اللي صاير يا عسكري؟ ايش سؤالك؟ ما تشوفني مشغول هنا يا عسكري؟ شايف، بس مراقبين البرج بيسألوا ليش طلعت بالطيارة في الليل كده. صراحة نسيت حاجة مهمة، لو اتذكرتها تكمل مهمتي ممكن ارجع. يعني هذه الحاجة مرة مهمة، سيبك منها يا جدو. لا يا عسكري، ما في طيار ينسى مهمة من مهماته المهمة الهامة. خذ المظلة هذه وارجع وقول لهم اني ما برجع الا لما اتذكر الشيء اللي مرة مهم 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 واللي نسيته. امرك سيدي. حصل شيء ولا ايش؟ ايش هالاصوات دي؟ يلا نأشر لجدو، يلا سووا باي باي باي. ليش نشاور له؟ خير، هو ايش اللي حصل؟ هو معصب شوية عشان في اشياء مهمة نسيها. انا قريت في كتاب سيكولوجي ان الشخص عشان يذكر كل شيء كان ناسيه يسوي بالضبط كل اللي سواه في اليوم ده مرة تانية. ايش؟ برافو يا بنتي، انت مثقفة. بكرة تخرجوا مع جدي ابو السباع ولا تنسوا تكرروا اللي سويتوه معاه أمس، مفهوم؟ يا ماما لو ما سويتوا اللي قلت لكم عليه ما في تورتة. كله يهرب بسرعة. يلا معايا يا جدو، هنبدأ نسوي نفس اللي سويته أمس. إيش أول حاجة عملتها؟ أول حاجة سويتها أمس إني دورت على كمثرى زي هذه.
ترى هذه أجود أنواع الكمثرى اللي كانت تحبها سمية مرتي. الكمثرى هذه خربت يا جدو، شوف كيف صارت سودة. أيوة أنا أدري يا ابني، من يوم ما راحت زوجتي سمية ما رميت الكمثرى هذه وما راح أرميها إلا لما ألاقي كمثرى زيها. وإيش نوع الكمثرى دي؟ مو حلوة مو مرة، مو ناشفة مو طرية، مو صفرة ولا خضرة خضرة، ومو رخيصة ولا غالية مرة. يعني كمثرى خيالية؟ لا طبعا هي موجودة، بس أنا مو لاقيها مرة، ودحين يلا روحوا دوروا عليها. الدببة بياكلوا كمثرى كتير، إيه رأيكم نسأل الدب؟ إيوة عندك حق. مو هذا دب؟ دب دب استنى استنى أبغاك. كيفك؟ أنا بخير، تسمح لي بسؤال؟ فين نلاقي أحلى كمثرى في السوق؟ اهدى بس، أنا مو قصدي أخدش مشاعرك. دب إيش بتسوي؟ الحقونا. يا ماما سبب وطر كمثرى. لا مو هادي. طيب اتذكرت اللي انت نسيته يا بابا؟ لا لسه ما اتذكرت. يلا يلا خلينا نكمل اليوم. اوف يبقى مش كل الدببة خبرة في الكمثرى. يعني هو ينفع اقضي عيد ميلادي وانا مستني دوري في الطابور؟ يوم عيد ميلادي استنيت دوري في الحمام 72 ساعة. 72 ساعة؟ ايوة، وفي الاخر ما طلعش حد في الحمام بس النور كان منور. وليش ما دقيت؟ ما رضيتش ازعجه. فهمت؟ انا ما فهمتش. طبيعي افندم. ممكن تقول لنا احنا ليش منتظرين التلفريك؟ صراحة كنت اجي انا والغالية امه كل يوم نتغدى على الجبل. يلا اللي بعده. ايوه احنا. روقوا دقيقة بليز، سوري عنا مشكل، معنا وزن زيادة بالتلفريك، واحد بس اللي فيه يركب، اللي حيركب. يا سلام على حظي، دايما العواجيز يركبوا الاول. طيب اللي بعده امتى حيجي؟ انا بعتذر منكم يا جماعة، التلفريك لازم يروح السيرفيس، ما عاد في اي رحلات تانية. امشوا امشوا يا ولاد، انتوا لسه شباب، يلا اشوفكم على الجبل. مرة تعبت. وانا كمان مش حاسس برجلي يا درغام. انت ما عندك رجول؟ ما فيك الا راس؟ ايه ده صحيح، رجلي فين؟ مش طالع الجبل وهم راجعين يبوا ياخدوني. شو عم تعمل هون؟ خليك في حالك. انا خلاص شبعت. اتذكرت اي شيء يا جدو؟ لا يلا نمشي. ايش خلاص كده طلعنا كل ده عشان نمشي؟ درغام خلاص مش حاسس بدراعاتي. فلافيلو ما تبقى غير راسك. سمية زوجتي كانت مرة تحب الحمام، وساعة الغروب كانت دايما تيجي تلعب معاه هنا. ليش بيتشقلبوا كده يا جدو؟ عشان حمام رياضي. لا الحمام هذا حمام قلابي. وده ينفع يتحشي يا ابو السباع؟ لا. اشمهم؟ لا. اسلك بيهم سناني؟ ممكن. لا طبعا انا كنت امزح. جيبها. اليوم قرب يخلص، قضيت عيد ميلادي كله بسوي اشياء تافهة، هذا أسوأ يوم قضيته في حياتي كلها. من إيش تشتكي يا ولدي؟ ما بشتكي يا جدو، إيش ناقصنا عشان تتذكر اللي كنت ناسيه؟ قولي إيش ده؟ جمعوا كل الحمام ورجعوه تاني بسرعة. لا بسرعة. يا حمامة تعالي يلا قربي لي شوية، ارحمي أعصابي يا حلوة عشان أبغى أروح البيت واحتفل بعيد ميلادي. تعالي يلا يلا قربي. أفشتها ولا لسه؟
أنا متضايق وخلاص رح أبكي، يعني بدل ما أستمتع بعيد ميلادي مع أصحابي أتبهدل بشكل ده، ينفع كده؟ سويت كل اللي في يدي عشان جدي يتذكر وما في أي فايدة، خلاص طفشت. أنا هرجع وخليه يتذكر براحته. يلا باي باي. أنا أخيراً اتذكرت، كنت أبغى أعطيك هدية عيد ميلادك يا ولدي. أنا ما أدري كيف نسيت هديتك. كل عام وانت بخير يا ولدي. معليش سامحني. أنا بعتذر، التلفريك خربان. أستاذي أنت ما فيك تطلع لفوق اليوم. لا تقول، يلا ما لنا حظ الليلة هاي. الحظ جالك إلين عندك يا جدو. إيش هذا؟ إيش قاعد تسوي؟ اليوم عيد ميلادك يا ولدي، روح احتفل يلا. الاحتفال ما له طعم من غيرك يا جدو. الكمثرة هاتي زي اللي تحبها تيتا. أحلى منها كمان، هل أنا أحبها؟ هم. أهلاً أهلاً، الحمد لله على السلامة. أنت اللي ناديت على الحمامة يا ليث. لا، هذا الحظ اشتغل، أنا ما لي دخل. الأوتوبيس فرامله تعطلت ولم نقدر على إيقافه. هناك جسر على بعد كيلومتر وسيسقطوا وتأكلهم الكروش. يلا يلا عايزين نتغدى بقى. كويس أوي، ده أنا وحشني طعم البساط من زمان. ماذا تفعل يا رجل؟ أخبرني، هل أنت مجنون؟ لو شايف إن واجبي جنون، تمام أنا اتجنيت يا أستاذ. البحر شكلنا دايرين نقع، يعني يوم ما أركب باص يطيح في الماء وتاكلني القروش. لا تخافوا، امسكوا كويس يا جماعة. كابتن حاول ترفع على قد ما تقدر. أرجو ألا يفعل ما سيفعل. الحقونا، موقعنا لسه عايشين. تمام كات، حلو كتير، استراحة. قهوتك استاذي. مورغان بي، سندوتش الكافيار اللي طلبته، اتفضل. كنت فنان يا مرجان. بعد هيك السيناريو تبعنا حيتغير مثل ما انت بتعرف. انت بعد ما انقذتهم رح توقع من على الباص وحتنصاب وتفقد ذاكرتك وحتنسى انك كنت بطل اصلا، وحتفكر انه عندك حياة تانية متجوز وقبل عيلة فيها طفلين. يلا يا اسد ورجيني اداء. فهمت، يلا اجهزوا وبلغوني. بعدين انا مستعجل. الى الوراء، ارجعوا الى الوراء مسافه لو سمحتم. هيا اتركوا الفنان مرجان في حاله من فضلكم. خذ هاللبس هذا واعطيه لمرجان بيك لانه رح يلبسه بالمشهد الجاي. تحت امرك. مرجان بي، مرجان بي، انت جوا؟ مرجان بي، مرجان بي مش موجود. مرجان بي، سمعت انه ممثل الاكشن المشهور مورغان بيمثل فيلم جديد والتصوير قريب من هنا. انا بحب افلام مورغان قوي، ده في اخر فيلم انا شفته ليه ضرب 78 نينجا لوحده وبصبع رجله الصغير كمان. هاي ها خدي. معلش يا رستم باشا. انا كان ممكن اصير مشهور زي مورغان، اصلا احنا الاثنين فينا شبه من بعض. انا اكيد احلى منه بس مو مهم. يلا. أخيراً لقينا مورغان بي. يا فندم، اللوكيشن كله مستنيك.
بس انت ايش تقول؟ انا مو مرجان يا جماعة. جهز نفسه للدور كويس، مش فاكر انه ممثل، ولو كمان اب لطفلين يبقى الدور جاهز جدا. وهنبتدي نصور. انا واحد غلبان ومتزوج وعندي طفلين، يا ريتني يا جماعة كنت مرجان الممثل، اكيد حياتي كانت حتصير احلى من كده. مرجان بيت تفضل معنا، تأخرنا كثيرا على التصوير. قولوا لهم اي شيء، بقول لكم سيبوني، انا مو مرجان، سيبوني فلفيلو رستم الحقوني. انا مبسوط قوي دلوقتي، خدوه. ايوه هو ده مرجان، وكمان تحس انه احلى منه شويتين. انتوا مستحيل تكونوا اصحابي ابدا، وخروا سيبوني. وهلا انت حتعمل سواق سياره الاسعاف وحتشيل مرجان بالمشهد الجاي. بس مرجان فقد ذاكرته وبيقعد يصرخ ويقول انا مو البطل، اتركوني، مو انا بعد عني، وبعدين حينط من الاسعاف ويحاول يهرب. يلا يا مرجان بي، احنا لقيناه يا فندم. حلو كتير، لبسك كمان مناسب. مرجان اركاب الاسعاف، اضاءة جاهز، الصوت جاهز، يلا يا شباب هنصور. لا ايش الجنان ده، ايش اللي بتسويه في وجهي؟ 3 2 ما في احد عاقل هنا يسمعني. 1 انا مو مرجان صدقوني. واكشن. من فضلك ارتاحون يا بطل، انت مريت بصدمة كتير قوية. افهمني يا ابني، انا ماني البطل. الهيئة انه فقد الذاكرة من تأثير الصدمة. تليفوني يدق ولازم ارد عشان رايح انا والاولاد السينما. بتصور صار لازم نعطيه ابرة هديه. انا ماسكه منيح، شك الابرة. ابرة ايش؟ لا انا ما ابغى ابر. ما ادري ابوكم وين راح، كده حنتأخر على السينما وما بيرد على تليفوناتي. عنود ضرغام، ايش بتسوي عندك؟ انزل بسرعة. ما اعرف. وكات، كنت فظيع، ما في احسن من هيك. برافو، هيك الامبروفايزيشن يا اما بلا. حقيقي كنت كويس؟ ايه طبعا، عملت الدور تبعك بشكل ممتاز لدرجة اني صدقتك. كمان رغبتك انك تقابل عيلتك والتعبيرات اللي على وشك ما لها حل. اتفضل يا نجم، ده اجرك، المبلغ اللي طلبته. ايش 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 بتقول؟ ايش هادي حقتي انا؟ ضرغام ايش اللي بيصير ده؟ لا 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 يا عنود، ما في ضرغام، ضرغام مشي خلاص، انا الحين مرجان. مرجان انا بحب ضرغام. ايش في يا بابا؟ شوف في اشياء حلوة قاعدة تصير يا ابني، اشياء مرة حلوة. يا شباب ايش الاخبار؟ دي بتاعتك يا ترغام؟ لو بتاعتك حتبقى اعز اصدقائي من هنا ورايح. ليش؟ مو انا اقرب اصحابك؟ ايه الحلاوه دي؟ الكنبه اللي ورا بتطلع علب بسكوت كبيره قوي. هذا البسكوت حق يا رستم، ما بيطلع من الكنبة. في دفاية للكراسي يا درغام؟ طبعا هذه ما فيها بس دفاية، هذه فيها تسوية كمان، حتى شوفوا انا سويت لكم برجر. اوه دي غالية قوي، يلا نروح نتفسح، انت بقيت اكتر صاحب بحبه. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بينور ده؟ ايوه صارت معاك بعد؟ في ضوء ابيض بيطلع مرة واحدة كده، انا كمان ماني فاهم من الصباح. المهم الأضواء مرة تانية، أنا تعبت. ده سلاح جديد يا ضرغام، كنت شفته في فيلم وثائقي، دلوقتي بيصطادوك. حاسس إن الأنوار هتدخل جوه دماغي وتولع فيها. دوس بنزين بسرعة يا ضرغام، خلينا نمشي.
على فكرة بقى السلاح اللي بيقولوا عليه ده خطير جدا، وانت مش هتقدر تهرب مهما عملت. أول مرة في حياتي حد يصورني بالشكل الغريب ده، واضح إن دي أضواء الشهرة اللي بيقولوا عليها يا ضرخام. سمعت إن السلاح مضر للمشهورين، بس أنا خايف الموضوع يكبر ويضروني معاك. الحقوني! وهدول ليش يبغوا يضروني يا فلافيلو؟ دول بيصوروك عشان بقيت نجم أفلام عالمي يا ضرخام، خلاص ما ينفعش تهرب. مستر مورجان، مستر مورجان، هي العربية دي جديدة؟ أنت إيش بتسوي هنا؟ بعمل شغلي. شو هذا اللي عم بيصير؟ ده اشترى عربية جديدة. انت عم تحكي جد؟ امشوا سوا نروح نشوف القصة بسرعة. انزلوا بسرعة، انزلوا، يلا نهرب بسرعة قبل ما يحصلونا. اجري يلا. مين هدول؟ استخبوا، مين دول؟ شوف يا فندم، في عندي موديل زي ده لو عايز. اخيرا راحوا. احنا لازم نتأكد. الطاقية دي مخليه زلومتي شكلها اكبر. انت مناخيرك اصلا كبيرة يا فلافيلو. يا سلام، حلوة اللطافة دي، طلعت كوميديان فظيع، نكتة حلوة زيك، برافو عليك. بطلوا مضاربة شوية، يلا يا جماعة نمشي. ما تزوقش بالراحة عليا وانا ماشي. اي اي اي، رجلي اتكسرت، الحقوني. دا 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 دا. مورجان اتخانق مع صاحبه، كسر له رجله كمان، عاجل وحصري. مضاربة ايش؟ انت بتمزح؟ هو طاح لوحده. قول لنا يا مورجان، من حق جمهورك يعرف كل حاجة. جايين جايين، كفاية كده، انا ما ابغى اصير مشهور. بابا انت ايش بتسوي؟ ايش اللي صار؟ تعال ساعدني يا ليث، سكر الباب هذا كويس وانا حروح اتخبى جوا. أنا تعبت جداً، شكلي لازم أتروش عشان أفوق. مورجان، كم مرة تستحم في اليوم؟ ممكن إجابة؟ مورجان، ممكن نعمل معك مداخلة؟ أنت تغسل سنانك كل قد إيه؟ إيه اللي جابني هنا يا مورجان؟ الحقوني! أكيد ما أحد حيلاقيني هنا. حيلاقوك. أنا؟ يبقى أنت؟ انت مرجان؟ ايوه انا. بس انت كنت اختفيت فجأة. ما اختفيت، اتخبيت. ليش؟ ايش اللي خلاك تتخبى؟ وانت كمان ليش جيت وتخبيت هنا؟ انا ماني مصدق ابدا. عشان انا كنت شفت الوجه الثاني للنجومية، كل شيء وله ثمنه، ولو انت شخص مشهور مالك حياة خاصة ابدا، لا تعرف تاكل لحالك ولا حتى تخرج مع اصحابك. انا ابغى اعيش طبيعي ويكون لي حياة شخصية. لو كده لازم تسيب الشغل هذا وترجع مرة تانية لحياتك العادية اللي تبغاها. طيب وانت مبسوط كده؟ لا طبعا، صار لي كام يوم ما اكلت سندويتش الكافيار حقي، وما بتسوق براحتي ولا حتى شربت كابتشينو، واسوأ شيء اني ما تصورت مع احد. كيف؟ مو انت قلت انك مليت من الشهرة وتخبيت منها؟ ايوه حقيقي، بس انا كمان طفشت من الوحدة، انا شخصيتي محتاجة للاهتمام يا ضرغام، ما اقدر اسيب الشهرة لكن انت تقدر تسيبها. ايوه انا بصراحة ما اقدر على عيشة الشهرة هذه ابدا، خد شهرتك وعيش معها زي ما تبغى. هايل. طيب لو سمحت لي انا حستأذن وخليك انت هنا، انا رايح انقذ الفضائيين. هاي مرجان راجع مرة تانية، ياهو. ماني مصدق، كل شيء صار بسرعة جدا، في ثانية واحدة بس كل الشهرة والفلوس راحوا فجأة من يدي كده. بس احنا هنا. عنود والاولاد، انتوا ايش بتسووا هنا؟ احنا جنبك يا ضرغام، لا تضايق نفسك يا عزيزي. مو مهم يا بابا، ما كنا بنشوفك بسبب تصوير الفيلم، الحين حنقضي وقت اكثر سوا. خلي مرجان يصير بطلهم، وانت البطل حق بيتنا ومنقذنا، هذا كفاية يا عزيزي. هذا رأيكم يعني؟ ها عندكم حق، انتوا مرة وحشتوني، اتركوا له هو المجد والشهرة. وكات. ايش؟ عم امزح، انا ما عم اعرف، ارجع. هنحط شوية من دول على شوية صغيرين من دول كمان. اوف، انا مش مبسوط خالص النهاردة، 3 ايام من غير اي اكتشاف. اكتشاف جديد في القطب الشمالي. معقول في حد بيكتشف غيري؟ بالطبع هناك الكثير، تم العثور على حفرية ضخمة من عصور ما قبل التاريخ، يؤكد العلماء ان هناك المزيد من حفريات الماموث في الانهار الجليدية. حفريات ما قبل التاريخ؟ لو كنت بس اقدر اوصل للحفريات دي كنت اقدر اعمل اكتشافات تاريخية ما حصلتش. بس تيجي ازاي؟
محتاج فيل بزلومة جديدة علشان أقدر أوصل لحفريات ماموس من عصور ما قبل التاريخ. يا أبو العينين بقولك إيه، باقة النت خلصت، ممكن أبات عندك هنا؟ مين؟ إيه علاقة النت بإنك تبات عندي هنا في المعمل؟ ما أنا هفهمك، أصل الراوتر عندي فيه 4 لمبات، لمبة واحدة منهم بتنور وتطفي والتانية مش بتنور خالص. إيه ده؟ ده طلع فيل وعنده زلومة، بيتهيألي ممكن يساعدني. لقيتها قبل النوم، ولو ما سمعتش ما يجينيش نوم. هو ايه اللي لقيتها؟ ممتاز، انت فيل ممتاز. انا بجد؟ اكيد طبعا، مش شايف الذكاء، مش شايف العبقرية، مش شايف حاجة. انت هتبقى حاجة كبيرة قوي في المستقبل. انا حاجة كبيرة بس انت مش واخد بالك. انت مش واخد حقك هنا. انا ما خدتش حاجة لغاية دلوقتي. تعال معايا القطب الشمالي وانا هخليك مشهور. اروح معاك القطب الملاهي ولا يهمني. الشمالي مش الملاهي. ايوه طبعا عارفها، انت هتقولي عليها، هتبقى فسحة جامدة جدا. تمام اتفقنا، انت معايا خلاص. دلوقتي تروح بيتكم وتجهز نفسك وما تجيبش سيرة لأي حد خالص، انت فاهم؟ ايوه يا درغام، هات معاك ليث ورستم باشا وتعالوا هنا بسرعة، هنطلع رحلة جامدة جدا للملاهي. يا ابني قلتلك ما تجيبش سيرة لأي حد. ايوه يا درغام بسرعة، ابو العينين هيطلع معانا، عايز يتفسح شوية من نفسه. المطار. انتم ما ينفعش تطلعوا معانا الرحلة دي ابدا، ارجعوا بيوتكم ارجوكم. يلا. لا استطيع، ببساطة ما عنديش علشان ارجع له. احنا مرة متحمسين للرحلة هادي ونبغى نروح قطب الملاهي. اوف، قلنا اسم القطب الشمالي مش الملاهي. مش مشكلة، تمام، احنا اتأخرنا ولازم نتحرك في خلال 3 دقايق. يلا بسرعة البسوا الجاكيتات. هيا ايها المسافرون فقد تأخرنا، الطريق للقطب الملاهي طويل جدا. لو حد جاب سيرة الملاهي تاني انا. القطب الشماهي او القطب الملاشي، حلوة كده، 2 في 1. تعدي. عليكم الاستعداد، سنهبط بعد قليل. ما هذا؟ تجمدت الاطارات من البرد. كويس ان الطيارة كلها ما تجمدتش، لو اتجمدت الطائرة ستتجمد. الطائرة تجمدت بالفعل. اول مرة اركب طيارة تتجمد، بداية مبشرة جدا. تفضلوا بالنزول، اقفزوا من هنا، المسافة ليست كبيرة. الطيارة دي ما دخلتش دماغي. وانت مالك يا اخي، انا اللي دافع وعجباني. انتظروني. تجمدت. ليه ما لبستش الجاكيت الحراري اللي اديتهولك؟ لا يهم، سانتظر لحراسة الطائرة، لا تنسوني عند عودتكم، انا ساكون على ما يرام. اسمعني يا فلافيلو، انت عارف انا جبتك معايا الرحلة دي ليه؟ عشان تفسحني طبعا. لا، احنا هنكتشف حفرية ماموس باستخدام زلومتك. انا بحب الاكتشافات، عشان كده هستخدم قوتي الخارقة. تمام كده، ابقى قولي لو شميت اي حاجة. انا مش شامم غير الساعة. لا لازم تشم الحفريات. وهي الحفريات ريحتها ايه اصلا؟ ايش؟ ايش ده؟ مكتوب ارض ما يملكها احد. ارض ما يملكها احد؟ كيف؟ يعني ما في احد يملكها؟ لا مفيش، في موقعين 3 كده في العالم مش ملك اي حد، مفيش ولا دولة عايزاهم خالص، مفيش حد محتاجهم، وده مكان منهم. ازاي؟ لا احد يملكها بتاتا؟ خلاص يبقى المكان ده بتاعي من النهاردة. ماشي لو حبيت. وانا كمان هاخد القطعة هذه. ايوه يا بابا، ونبني بيت كبير هنا. استنوا، وانا هاخد الجزء ده وهسميه لومبرستان. ايوه اتحرك يا ابو العينين، عايز العب شوية في ارضي. يوه استنى بس يا فلافيلو، مش جايين نضيع وقت يا ابني، لازم ندور على حفريات الماموس العملاق وحقق اكتشافي بقى. تعال هنا. انسى الاكتشاف، هي كبرت في دماغي. انت اللي تنسى يا فلافيلو، انا وصلت هنا قبلك، المكان ده بتاعي انا. لا انت ولا هو، المكان هذا حقي انا وليث. بابا خد القلم هذا وارسم انت حدود لنا. ولد ذكي فعلا، طالع لابوه من جد. انا كمان ممكن ارسم دايره لنفسي. حد معاه قلم زياده؟ امسك يا عم فلافيلو. انت ليش اديته القلم يا ولد؟ هذا بينافسنا دحين. ايوه كده، انا رسمت دايرتي، بس ده مش شكل دايره ابدا، ده مثلث ولا مربع، شكله مستطيل. انا مش هضيع وقت معاكوا تاني، انتوا قاعدين بتعطلونا عن اكتشافاتي، التاريخ منتظرني. انا همشي. خلاص قررت، هسمي المدينة بتاعتي لومبرستان. وانا بقى هسميها مدينة رستم باشا حلاوة بغاشة. وحنسمي حقتنا درغام وولده. ولازم يكون لنا شعار، يلا معايا. مدينتنا قوية ومشهورة جدا، وندافع عنها ضد كل الاعداء، درغام وولده. ايوه تعالوا زورونا يلا. ايوه وانا كمان هألف شعار.
لومبانستان مدينة جميلة والأكل كتير وفيها عصير فراولة وتفاح ومفيش تمساح والسمكة التونة معاها زيتونة والفيديو جيم طول اليوم ليل ونهار رستم الكبار بيحرس المدينة ومعاها كمان الجنينة وأنا كمان باشا وحلاوة وكمان بغاشا خلاص قربت احقق اعظم اكتشافات التاريخية لولا انهم عطلوني بلعبهم اوف اوف ها؟ ايه الرسمة دي؟ رسومات الماموس القديمة على جدران جبل اثري من الثلج؟ في البداية كانوا بيعيشوا في سعادة وهدوء شكلهم بيرقصوا بس ما اعتقدش ان الرقص تم اختراعه في وقتهم ده عاشوا فترة طويلة وبعد كده الثلج داب واختفوا للأبد مش معقول مش ممكن أنا اكتشفت إزاي اختفى حيوان الماموس من العالم ده اكتشاف عظيم كانوا بيرقصوا ده شيء واضح جداً ده بيعمل حركات غريبة شوية كأنه بيشاور لأصحابه بالمنديل علشان يساعدوه هألف قوانين المدينة بتاعتي أولاً كل الناس تلمس برانيت واسعة ملونة من الساعة 4 لغاية الساعة 6 ثانياً العملة الرسمية هنا هتبقى الفاقية شوفوا 3 فاقية يعني كده معايا 3 دونجل أنا ملاحظ إنك عايش لوحدك في المدينة الجديدة بتاعتك يا رستم باشا هو أنا كده كلامي مظبوط أنا عايش معايا معقول أنت عايش معاك في المدينة أيوة أنا الشعب بابا أنت مو ناوي تسوي قوانين؟ إيوة طبعا حنعمل قوانين لمنع كور التلج طب خد دي أنت بترمي كور تلج؟ هذا معناته أن المعركة بدأت معركة كور التلج إيه ده؟ زي تربوا على مدينتي كور تلج مدلجة طب خدوا دي منك ليه؟ يا نعم ارمي كور التلج عليهم بسرعة حاضر يا أنا هرمي ايش بيصير؟ اعتقد ان التلج بدأ يتحرك تحتنا وشكلنا حنغرق فلافيلو كفاية بقى احنا بنواجه مشكلة اكبر بكتير من معركة التلج اللي يبقى كده انا اللي كسبت ايه ده؟ احنا في خطر مخطر الحقوني الحقونا الحقونا الموسى ايه اللي بيحصل عندكم هنا شكلنا في مصيبة انقذنا ارجوك يا لهوي جالي انفصام في التلجية اعمل حاجة يا دكتور ابو العينين ارجوك الحقنا اساعدكم سبتونا اشتغل وقعدتوا تلعبوا ودلوقتي عايزين اساعدكم اوقف على رجل واحدة يا ليف سوي زي بالضبط انا فهمت احنا لازم نفسخ الجواكت المخصوصة هذه لانها حرارية وبتسيح التلج يلا فسخوها بسرعة انتوا ضايقتوني جدا مش عارف اعمل لكم ايه مع نفسكم بقى ما تساعدنا بقى انجز يا ابو العيون انا الدكاترة ابو العينين منظور مش اي حد فهمني يا خفيف انقذ نفسك بقى لو قدرت انا هقعد هنا اتفرج انا اعتقد ان هذه هي نهايتنا كنت اتمنى اننا ما نبدا معركه كور التلج اي نعم ما كانش ضروري ابدا انا اسف جدا يا جماعه كنت اتمنى اتعشى تاني قبل اللي حصل ده ما يحصل يا جماعه يا ريتني ما كنت قلت لكم تطلعوا معايا الرحله دي هتوحشوني يا اصحابي ظهر ان الجواكت سيحت التلج هو ايه الصوت ده اهلا انا مش مصدق ده يبقى ماموس حي وطلع عايش كمان انا بردان ايوه صحيح عندك حق انا هسيح التلج اللي عليك الجواكت دي شكراً يا صاحبي ما تعرفش أنا بقالي كم سنة هنا مليون ولا 2 وقت طويل قوي بالمناسبة أنا سمعت دوشة كتير فوق
هو انت معك حد ولا ايه؟ ايوه دول فلافيل واصحابه المزعجين، شكلهم في ورطه كبيره ومحتاجين مساعده. انت ليه ما ساعدتهمش؟ لاني متضايق منهم، عطلوني جدا وانا بشوف شغلي. لا لا لا، شوف يا صاحبي، في بعض الاحيان الصحاب ممكن يتابوك او يزاجوك، ولكن افتكر انهم برضو اصحابك، مالكمش غير بعض، ما تتخلاش عنهم ابدا عشان ما يتخلوش عنك. دايما الصحاب بيحتاجوا بعض وبيسندوا بعض وبيقفوا جنب بعض مهما كانت الظروف. انت فكرتني بالرسمة اللي انا شفتها على الجدار الاثري. بلاش تتضايق منهم لانهم محتاجينك دلوقتي، فما تضيعش وقتك ووقتهم. انت عندك حق، اكيد انا مش لازم اتخلى عنهم ابدا، بس انقذهم ازاي؟ مش هقدر اعمل كده. هو مين اللي اخترع الجواكت المخصوصة اللي دوبت التلج دي؟ انا. يبقى اكيد هتلاقي حل تنقذهم بيه، بس خليك واثق في نفسك. جاتني فكرة، انا عبقري، لازم تيجي معايا. ايه الحلاوة دي؟ منظرك تريشيك بالطقم ده. انا جهزت طقم غوص حراري من الجواكت دي علشان يحميني من البرد. انت عارف بقى مية القطب الشمالي ساعة جدا، وكمان معايا اقناع الاكسجين. تمام، انا كده اقدر اقول اني جاهز. دلوقتي امسك بس الحبل كويس واستنى مني اشارة علشان تسحبه. علم وينفذ يا صاحبي. ياه. في حد تاني؟ لا، ده كده آخر واحد، ناقص نكسر مكعب التلج اللي حواليهم. شكرا لانك انقذتنا دكتور ابو العنين. وانا 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 كمان اسف لاني ما ساعدتكش في الرحله الاستكشافيه بتاعتك وتتخليت عنك. لازم تشكروا صاحبنا الماموس، هو اللي اقنعني ان انقذكم وما تخلاش عنكم. شكرا يا استاذ ماموس. شكرا يا جد 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 جد. انا مش كبير للدرجه دي، انا جد 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 جدك بس مش اكتر. طب ما تيجي تروح معانا يا استاذ ماموس. مش هينفع، ده مكاني ومش هسيبه، وبعدين حالة الجو عندكم ما تناسبنيش. ارجعوا انتوا، ما تقطعوش الجوابات. خلاص احنا هنروح دلوقتي. صحيح، هو فين الطيار بتاعنا؟ حد شافه؟ انجدوني انجدوني. وانا سمعته صح بيقول اكلوني اكلوني. شوفوا شوفوا ايش على الانترنت. مكتوب على الانترنت كلام عن الملاهي الجديدة، فيها احسن قطار سريع في الدنيا كلها، انتم لازم تجربوه يا جماعة وما تضيعوا الفرصة. عايز بصراحة اركب القطر الكوكي المكوكي يا درغام، عايز اغيث صحابي اللي معايا في المدرسة. خلاص وصلنا. اهلا، حنا نبغى نجرب كده القطار السريع الجديد اللي عندكم هذا، نبغى 3 تذاكر. 300. ايش كيف يعني؟ ايش كيف هذا يعني؟ كيف يعني كيف؟ كيف 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 كيف؟ هذا مزح، بالفلوس هذه نروح المريخ بالقطار ونرجع. ايوه نسافر المريخ بالقطر، القطر الطاير. احنا ممكن بالفلوس هذه يعني نسافر عبر الزمن من جد. ايوه بسرعه الضوء السريعه نوصل للمريخ. اذا هيا، لا اريد تعطيلكم، تفضلوا. طيب يلا رح نمشي. بس أنا أبغى أركب القطار هذا. تمام، جيب 300 دنقل. طبعاً الكلام سهل. أنا ممكن أركبكم قطر مدهش قوي، أحسن من القطر السريع ده اللي في الملاهي. أنت بتتجسس علينا رستم باشا. لا، وداني هي اللي سمعتكم بالصدفة. سمعتنا بالصدفة. تفضلي تفضلي، صدق انت نورتينا وايد اليوم. طالما كده نعزم ودنا حضرتك على الشاي. طيب فين هذا القطار المدهش؟ ايدك على البسكوت. تمام، خد البسكوت. تمام، ده بسكوت مظبوط.
تعالوا ورايا. مو هادي محطة قطار قديمة؟ أيوة، وصديقي الميكانيكي عايش هنا من زمان جنب القطر. إيش ده؟ هادولا بيحطون القطارات القديمة هنا. القطار هذا لا يمكن يتحرك أبداً. مين قال إنه ما بيتحركش؟ أهلاً يا جرو. رستم باشا خير، مين دول؟ دول أصحابي من زمان جداً. بس أنا ما أعرفكش. أصحابي عايزين يركبوا قطر سريع فجبتهم لك على طول. شكلك جبتنا على الفاضي. الفاضي؟ أنا الميكانيكي الراكون جرول. روك أند رول؟ لا الراكون جرول. بقى أنتوا عايزين قطر سريع؟ خلاص سيبوهالي. أنا من رأيي تجربوا الموضوع. طيب ماشي، طالما أنت مرة واثق كده. اتفضلوا البسوا دول. حلو قوي. يلا كله يمسك كويس. اسرع عطر في العالم هيتحرك. معقول احنا ماشيين بسرعه قوي؟ انا مش قادر. اتريق براحتك، لما الفحم السبيشال ده يولع هتشوف. الطريق قدامنا بيخلص، ايش هنسوي دحين؟ ما تقلقش خالص، احنا مش هنحتاج طريق لرحلتنا دي. اوكي. انا ما بقتش فاهم اي حاجه، ايه اللي بيحصل؟ هذا شكله شارعنا، احنا بنرجع بالزمن. بس جده أبو السباع لسه عجوز. عشان جدك عجوز يا ابني من زمان. مفيش واي فاي هنا. انترنت ايش دحين يا فلافيلو؟ السنين هذه ما فيها انترنت ولا حتى فيها تليفون. الفضاء؟ حنا ليش جينا الفضاء؟ الارض بتلف، ما بتفضلش في مكان واحد، دي بتروح اماكن كتيره جدا وهي بتلف في الفضاء. يعني كل افلام السفر في الزمن كانت بتكذب علينا. ابو السباع، ايش اللي جابه هنا هذا كمان؟ بصراحه جدكو ده غريب قوي، عاوز اعرف ازاي كان كده. امسكوا كويس. ايوه وصلنا لآخر محطة. مو مصدق، يا ترى قد إيش رجعنا في الزمان؟ عن نفسي عارف الحفرة اللي في الأرض دي، إحنا قبل أسبوعين تقريباً. كلام مش مظبوط، دي مش حفرة في الأرض، دي أثار رجل ديناصور. ده بيلبس مقاس كام؟ أنا بلبس مقاس 149، يبقى الديناصور يلبس 150. أوف. شوفوا، دي شجرة بسكوت قديمة جداً. ايه ده؟ يبقى البسكوت كان بيتزرع ويطلع على الشجر. ما ينفع تاكل اي شيء هنا. هيحصل ايه يعني؟ يا ماما. يلا نهرب قبل ما نتاكل. ساعدوني ارجوكم. ايه بعد ما تلمسش جزمتي؟ لحسن تكبر هي كمان مش ناقص. كفاية فسحة، يلا بينا بقى علشان نرجع. ايه ده؟ ازاي؟ ده مستحيل. ايش في؟ ما فاضلش فحم من السبيشال بتاعي. يعني خلاص هنفضل هنا للابد. انا دماغي كبرت. استنوا، اهدوا دقيقه، لو وصلنا للسرعه المطلوبه احنا ممكن نسافر عبر الزمن. ايوه زي الفيلم بالضبط. ممكن نجرب. ارجعوا ورا وزقوا جامد، نزقوا على المنحدر عشان نبقى أسرع. يلا يلا زقوا جامد. يلا ما تلمسنيش بدماغك الكبيرة يا رستم باشا. كفاية يا فلافيلو. تمام خلاص بقى أسرع، يلا اركبوا. لازم نوصل لسرعة 88 كيلو في الساعة. كده بناخد مخالفة. أنا خلاص ما بقتش شايف حاجة. فاضل شوية، إحنا ماشيين على سرعة 80. إحنا هننجح. أيوة لازم ننجح. آه. 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 آه.
أمن عليا يا رستم باشا. أنا ما بقتش عارف أفتح عينيا من كتر ما وشي كبر. أنا مش شايف حضرتك مين. شدني أمرا، هذا هو الماموث اللي أنقذنا. شكلك جد 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 نفخ دماغك ملوش علاقة. جد 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 جدي ده ولا إيه؟ بابا إيه بابا دي؟ ابني 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 حفيدك يا جدو. هما 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 هلو ماما ماما ماما. خلاص خلاص لا تدف، رح نمشي. ماما اوه اكيد ده بيت جد 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 جدي، ده حلو قوي. ويا ترى ايش الحلو فيه؟ هادي قطعة حجر وفي رسومات مرة غريبة على الجدار وما في أي شيء تاني. أيوة، غير إن جدي مفاجأة رجل كهف. طبعا أنت غيران جدا. الموتور اتدمر خالص وما فيش فحم وخايفين نطلع برا من الوحوش الخطيرة. رستم باشا وجهه زي البالونة. أنت مين؟ اسمك ايه؟ انت هنا، هنفضل هنا لاخر يوم في حياتنا. جدي ما تتعبش نفسك، شوف ولاعه بتولع. بابا بتعمل ايه؟ انت شكلك كده عاجبك شرابي. هذا معجب بيك يا فلافيلو عشانك ولعت النار بسرعة. بغير كده يا جدو، ارجوك سيب رجلي. الحقيقة أنا كنت بشوف في الأفلام التسجيلية رسومات رجال الكهف، لكن أول مرة دحين أشوفها في الحقيقة. يلا ارسمني يا جدو وطلعني كيوت. دقيقة واحدة، اللي حقوله هذا يا جماعة ممكن يبان غريب بس حيروحونا. مش هنروح، الموتور باص خلاص. ما رح نحتاج له، احنا أكيد محتاجين الأقلام الحجر. ليش يعني؟ الأقلام هذه آلة زمن، ليش تبغاها؟ أيوة، أصلاً الأقلام ماكينات زمنية، جيبوا أقلام حجرية كثير على قد ما تقدروا وتعالوا. أنت متأكد؟ يا ابني استنى لا تجري. هو هيعمل إيه بالزبط؟ استنوا استنوني فلافيلو، خد إيدي أنا مش شايف أي حاجة. يلا يلا تعال من هنا. أنت شكلك غريب أوي. شوفوا ابو العينين راح ينقذنا. انت ليش كتبت كده؟ ما دام حنا في الماضي يعني اللي راح نكتبه راح ينشاف في المستقبل، يعني الدكتور ابو العينين راح يشوفها ويسوي آلة زمن وينقذنا. لو هذا شارعنا يبقى لازم نكتب في كل مكان يا جماعه عشان يعرفوا اننا موجودين هنا. يا بهوات الحفره فاضيه. حنا لازم نكتب قبل ما يرجع الديناصور. مش عارف ليه ما بيجيبوش الجوابات على البيت. ابو العينين هم ليه كاتبين اسمي؟ الدكتور ابو العينين هينقذنا، احنا محبوسين في عصر الديناصور ضرغام. ايه ده ابو العينين؟ ابو العينين قل لي، ما شفت احد منهم يا دكتور؟ مو لاقينهم من امس. لا لا ما شفتهمش خالص، هو ضرغام اللي كتب ده. انا ما ادري، وكمان في شيء مكتوب هنا. احنا في عصر البسكوت بيطلع على الشجر فلافيلو. هدول كده مرسلين لك رسائل، اكيد سووا شيء غريب تاني يا دكتور. مش معقول، دول كده يبقوا اكيد سافروا للماضي. انا رايح للمعمل. انا تعبت مره، كتبت في كل مكان. ها كم دول؟ مش شايف. طب ودول؟ قلت لست ادري يا عم انت، انا ماشي. صحابي لا يعتمد عليهم البتة. ايه ده؟ ايه اللي وقع على راسي؟ الحقوني. دحين احنا انتهينا،
راسي اتعدلت. لعاب الديناصور خفف لي راسي خالص. أيوة مرة حلو كده، خلاص كله انحل. على فكرة حنا في معدة الديناصور. أخيراً أخيراً لقيتكم. الدكتور وصل. هاي يلا تعالوا اركبوا بسرعة. بنيو آلة زمن في نفس الوقت، حاجة ذكية جداً. هو انت ليش تأخرت كده؟ يعني مش كفاية ان جيت في الوقت المناسب ده؟ انا بدور عليكم بقالي اسبوعين واكتر. عندك حق، اسف. مشكور يا دكتور، اكيد اللي في البيت قلقوا مرة. طيب يلا نرجع البيت بسرعة. احنا جبنا ده بالغلط معانا. يا جماعة ساعدوني شوية عشان اقدر ارجعه. جد الكبير كد. باي باي. يبدو اني نسيت ولعتي مع الماموث، الزمن هيتغير خالص. انت فين يا ابني؟ بطل ترمي تورتة الكريمة دي على راسي. انت فين؟ انا وراك. العب. خد هادي كمان. يا لهوي الحقيني يا ماما، انا مش شايف اي حاجة، الدنيا كلها بتلف حواليا. انا اللي فزت تاني، ما عرفت تغلبني ولا مرة يا عم فلافيلو. يا ابني انا بخسر بمزاجي عشان ما زعلكش بس. ايوة طبعا. انا ليه على طول بفشل في اللعبة دي؟ يا ما نفسي اكسب بقى ولو مرة واحدة بس. يا ليث اخسر مرة قدام عمك فلافيلو. طبعا ما تخسرش، اسكت انت، انا هكسب بنفسي. هتخسر يا عم فلافيلو. ركز معايا يا ليث يا ابني، انا حساس في الموضوع ده. لا وبزعل، من فضلك ما تقولش الكلام ده تاني. مرحبا بضيوفنا الليلة، حان موعدنا للإعلان عن الفائز بجائزة القرن 21. مفيش داعي للإعلان، أنا اللي كسبت طبعا، عارف من بدري. ها مستحيل هذا، حتى أنا لا أعرف اسم الفائز المكتوب في الظرف. أنا اخترعت آلة الزمن السنة دي، استخدمتها وسافرت للمستقبل وعرفت من فينا اللي هيكسبها. مبارك لك يا دكتور، لقد أبهرتنا باختراعك لشيء رائع. الوقت هيسقفوا لي، ودي شفتها في المستقبل. تمام شكرا، خليتوا الجايزة كأنها حفلة ثانوية عامة. حد فيكم قال لي انت اسد يا ابو العينين اصلا وعامل لي فيها بروفيسور؟ يا خسارة. يا دكتور لابد من الاعتراف بانك اجتهدت للفوز بالجائزة وحصلت عليها، وتم اختيارك كأكثر الحيوانات ذكاء على الارض. هل يمكنك ان تصف احاسيسك؟ وصلنا يا ريس، وصلنا الارض. قلت لك تبهل، أدخلت السفينة في عائق. آسف يا ريس، الفتيس الأوتوماتيك ده هو السبب. هذا كلام مستحيل، أنت قبطان ولهذا وضعناك هنا. كنا نستطيع استبدالك بصانع شاي أفضل. طب ما أنا بتاع شاي أصلا. صانع شاي؟ أين ذهب القبطان؟ راح يجيب له شاي. هو ذهب لإحضار الشاي لنفسه. تضع نفسك أنت قبطانا مكانه؟ الأمور لا تسير هكذا، هيا عد إلى مكانك. هل وصلنا الأرض بعد؟ نعم أخيرا. كيف تسير تجربة تغيير الجسم؟ على وشك الانتهاء. يا ريس هي التجربة دي هتفيدنا في إيه أصلا؟ ستمكننا من التنقل من أجسام لأجسام أخرى، يعني أصبح في جسمك وتصبح في جسمي. طبعا أنت مستحيل تبقى مكاني، بس إيه اللي هتستفيدوا بده؟ سنذهب لكواكب أخرى ونعيش مع الناس بشكل طبيعي دون أي مشاكل. إيه دي حاجة حلوة قوي، اطلعوا وسط الإنسانية عشان أنتوا طول اليوم عينكم طالعة في المعمل. ما الذي تتحدث عنه؟ وماذا أتى بك إلى هنا؟ هيا اذهب وتابع عملك الآن. عظيم، هذه التجربة جيدة جدا، لكن لنجربها مع أنفسنا أولا قبل استعمالها مع سكان الأرض. حسنا هيا لنبدل اثنين من سكان الأرض ببعضهما ولنرى ما سيحدث. درغام درغام، السيفون بتاعكم مش عايز يشتغل. لا ترى كان شغال، شده كويس. هشده حاضر، استنى. ها يا ويلي السيفون خرب، انتهينا. كفاية كده يا عم فلافيلو، ممكن تخرج دحين؟ يلا احنا مو عارفين ندخل الحمام. استني ثواني، انا عمال بحاول اصلح السيفون بتاعكم. مفيش حاجة نفع معاه خالص. يا رزان هقرا شوية حاجات وخلص واطلع على طول. ايش؟ ما في شيء تقرأ هجومه اصلا؟ لا في طبعا، بصي في شامبو، في ظهر الشامبو في حاجات كتير ممكن تقعدي تقريها. يعني يلا ما اشوف. شامبو للشعر الدهني؟ لا مش للشعر الاجود، للشعر الاسود. هو ايه اللي بيحصل لي؟
بعد كده زودت حساب الجاذبية ووضعت حسابات المكان والزمان بشكل صحيح، وزودت حسابات الأبعاد دي على المعادلة اللي عندي. ايه اللي بيحصل لي؟ يا دكتور، يا دكتور، هل أنت بخير؟ انتوا بتعملوا ايه هنا في الحمام؟ الشامبو بتاعي راح فين؟ انا كان فيه شامبو في ايدي. يا دكتور، هذه جائزة وليست شامبو. هغسل راسي بالجائزة. انتم اسمعوني، كيف تمنحون جائزة اذكى حيوان لاي شخص بكل سهولة؟ انه لا يعلم شيئا. صحيح، انت محق، لن نقبل ان شخصا مثل هذا يكافئ بجائزة مثل هذه. هم بيتكلموا عن مين؟ اسمحوا لي، من فضلكم ارجو منكم الهدوء. دكتور أبو العنين أخذ الجائزة لذكائه وأعماله. عليه أن يثبت لنا. نعم يثبت لنا. دكتور أبو العنين، أجب على سؤالي، طالما صنعت آلة زمن إذن قل لي، ما هو البعد الرابع؟ سهل أوي، طبعا أعرفها. أنبوبة؟ أيوة أنبوبة، ممكن تكون أنبوبة مية. لا لا ما ترموش، بطلوا بقى يا أبلة، بيرموا طماطم عليا. انت كمان بترمي؟ بس بقى. نعم سأرمي، لأنه اتضح مدى جهلك والجائزة ليست من حقك. هيا أعدها. غريب جدا، ما هو يا إما اتنقلت لي كتلة غريبة قوي يا إما أنا اللي اتنقلت لذرة فيل. عم فلافيلو رجع يمزح من تاني. اجلس يا فلافيلو، يلا أكلك اللي تحبه موجود، مكرونة بالزبادي. لا دلوقتي في عندي حاجات أهم، وأنا ما بحبش المكرونة بالزبادي أصلاً ومش جعان. أنا ماني مصدقة نفسي، فلافيلو أول مرة ما يكون جعان. فلافيلو اسمعني، مكرونة، بقولك مكرونة. بجد مش مصدق، ببذل مجهود عشان أحاول أفهم الظاهرة اللي بعيشها دلوقتي وأنت عمال تقولي كل مكرونة. افتح الغطا لعمك فلافيلو، يمكن يفوق من الكلام الغريب هذا. عن فلافيلو أنت كويس؟ أنا مش فلافيلو ده، أنا بروفيسور. ها فلافيلو عقله طار، كل يقول لعقل فلافيلو باي باي. باي باي، راح يوحشنا مخك مرة. أنا لازم أحل الموضوع ده بسرعة. ثانية واحدة، عايزين قلم بسرعة، هاتولي قلم على المكتب. يا مفتر، انا طاير. محسسين اني هموت على الجائزة الهبلة بتاعتكم. انا مروح. تكورك مالك يا دكتور، اللخمك شديد شنو؟ ابو العينين مين؟ هتبقى انت كمان من الصبح يا ابو العينين. ابو العينين حاجة غريبة، الناس دي بقى تحير. ايه ده؟ ازاي كده؟ انا فعلا بقيت دكتور ابو العينين؟ يا ماما انا بقيت ابو العينين، يعني ده معناه ايه بقى؟ انا بقيت عالم الحيوان، يعني هروح على المعمل بتاعي حالا وهستخدم كل الادوات الغريبه اللي كان نفسي استخدمها من زمان، واخترع اختراعات عظيمه، واخد جوائز اغيظ بيها الناس اللي كانوا بيحدفوني بالطماطم. لما نشوف فلافيلو، قبل شويه دخل هنا ومن ساعتها ما خرج تاني. ايش هذا؟ الجدار، الغرفه، بابا. ونحسب الرقم ده ناقص 4 اكس اكس زائد واي يساوي، ايوه ده طلع زي ما خمنت بالظبط، يبقى لازم ازود الطاقه اللي عندي هنا. فلافيلو انت ايش قاعد بتسوي؟ مش فلافيلو، خلاص انا دكتور ابو العينين. الامور معقده جدا. قدامك ترجع الصالون زي اول والا عقد لك الامور. انت لسه برضو تفكيرك محدود يا عنود، لازم تبصي على الصوره الكبيره. موضوع تبديل الاجسام ده مستحيل بالتكنولوجيا الموجوده حاليا في عالمنا، مستحيل يحصل، أكيد في قوة خارجية. أنا يتهيألي جد إن هذا غالباً مو عم فلافيلو، عم فلافيلو ما يقدر يقول جملة على بعضها. بصوا كده، الجهاز ده أنا اللي ابتكرته بنفسي النهاردة. مو هذا القدر حقي؟ بالجهاز ده هقيس مستوى الإشعاع في جسمي، وممكن أفهم الإشارة اللي بدلت جسمي دي كانت جاية منين ومصدرها إيه. بدأ يحسب أهو قدامكم. ضرغام كلم الدكتور عشان الرجال هذا عقله طار. أهو الإحداثيات موجودة هنا، دي طلعت قريبة مننا جدا. درغام عندك سفينة فضاء نركبها عشان نعرف نطلع الفضاء؟ إيش اللي أنت قاعد تقوله هذا؟ طبعا اللي بتقوله هذا مو إيوه غريب جدا، بس إحنا فعلا عندنا. أنت ما رميتي سفينة دود الفضائية حقتي؟ لا يا ابني، حطيتها في الجراج مع الأشياء القديمة. مش فارقة، يلا بينا نروح، لازم نصلح الوضع ده. كنت لسه مستلم جايزة، أكيد فلافيلو زمان وعمل لي فضيحة هناك.
كان حلو ده. انا اتعلمت حاجه ان الزرار الاحمر ده طلع حاجه جميله جدا. العلم جميل. انا هقضي وقت جميل وممتع جدا وانا بالجسم ده. هي ايه العصايا دي؟ اكيد ليها ميزه نميسه لسه ما عرفهاش لحد دلوقتي. اضغط فين يا ترى علشان تشتغل؟ ابو العينين. نعم. مو انت قصدي ابو العينين الحقيقي يا ابني؟ قلت لك انا ابو العينين الحقيقي. طيب شوف برا. اهلا. اوه انا. انت مخي عورني دحين. ايش اللي بيصير هنا بالضبط؟ تمام تمام هوضح لكم كل اللي بيحصل، بس ندخل الزبون ده الاول. ايوه ودلوقتي يلا بينا نقرب من السفينه بتاعت الفضائيين دول. نعم يا سيدي. لا يمكنك مناداتي بي يا سيدي في الفضاء، ناديني باسمي. حاضر يا كوتشيري. كوتشيري جيبي ليك. لا يهم، ناديني بي يا سيدي وكفى. ما هو وضع الجهاز؟ هل يستطيع تغييرنا مع كل أنواع الأجسام التي سنختارها؟ كل شيء جاهز يا سيدي، لحظة وتبدأ الإجراءات. زي ما توقعت، دول الفضائيين عايزين يبدلوا أجسامهم مع أجسام كل الكائنات اللي في الأرض. وأنا راسي من ورا طلع شكلها كبير جدا زي ما كنت مخمن. ودلوقتي لازم نروح ناخد مصدر الطاقة ده، بس ازاي؟ استنوا، انا بروفيسور كبير، ممكن اعمل حاجات ذكيه كتيره جدا. لا يا فلافيل، ارجع بسرعه ارجوك. انا بقيت بمتلك القوه دلوقتي. بابا، ما الذي حدث لنا؟ ترغام، انت اصبحت كائن فضائي. وانت يا دكتور ابو العينين. احنا بقينا من الارضيين؟ هم صاروا احنا واحنا صرنا هم. يلا نمسكهم. يا ماما انقذيني، قادمون الينا. يا حراس ابعدوا سكان الارض عنا. تعالوا بسرعه. اي 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 اي، ايش بتسووا؟ احنا مو سكان الارض، احنا فضائيين. هدول غيروا اجسامهم باجسامنا. اوهو، اعتقد انهم جنوا. ضعوهم في سفن الفضاء وغيروا كل التعليمات حتى يصبح الاتجاه كوكب الارض. تحركوا، هيا تحركوا. ايش بتسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ حسنا، فور ركوبهم سفن الفضاء سنقوم بعمل التبديل ونعود لكوكب الارض. وماذا سنفعل في مصدر الطاقه؟ يجب الا نتركه. وجدتها يا صانع الشاي. انا. اتفضل يا فندم. نحن في حاجة لخدمة، سترفع مصدر الطاقة هذا وترميه بعيدا، لم نعد نستخدمه ولا نحتاجه. أيوة، أخيرا حيبقى عندي حاجة مهمة. أحسنت، لنبدأ، أنا واثق بك. هيا، أأنتم جاهزون؟ جاهزون. مدوا أيديكم هيا. يا عامل الشاي، دمر مصدر الطاقة. المهمة بدأت. دلوقتي بس انا بقيت البطل بتاع الشاي. ماذا حدث؟ دون شك سكان الارض هم من فعلوا بنا شيئا. ماذا؟ اي اين مصدر الطاقه؟ اين يوجد؟ يا ريس يا ريس، انا حليت الموضوع زي ما قلت لي، دمرت الطاقه. برافو. ها لا، هذا معناه أن سكان الأرض خدعونا ودمروا كل مخططاتنا. معنى كده مش هتدوني ميدالية خالص؟ سأريك حاملة المفاتيح، تعال. يا سلام، خلصنا خلاص، كلنا رجعنا لأجسامنا زي أول. ولو ما رجعنا البيت دحين أكيد العنود هتغير أجسامنا وتخليها أسوأ من الأول. سكان الأرض، أخيرا لقيتكم، ودلوقتي هعاقبكم بالعصاية الخيالية اللي في إيدي دي. يا خبر، فلافيلو لسه كائن فضائي. بهزر، ما تخافش، أنا فلافيلو. قولي بقى، إيه اللي حصل في الحفلة وأنا مش موجود؟ أوكي، ما حصلش حاجة، كله رمى عليا طماطم وبعدين قعدوا يزعقوا شوية، يعني خدت الطماطم الذهبية. اوه انا انتهيت، المهم هشتغل السنة الجاية جامد لحد مكسب الجايزة. والغلطة كانت غلطتي اصلا، كان المفروض لما سافر في الزمن ما بصش على الحفلة، كان لازم اشوف اللي حصل في المستقبل عشان اخد احتياطاتي. كفاية كلام بقى، دلوقتي جه وقت اللعب، وقت اللعب بالعصايا. مش دي العصاية بتاعتي اللي في المعمل؟ اوعى تلمسها. ازاي يعني؟ ما دوسش على الزراير؟ اتخبوا اتخبوا يا جماعة، اتخبوا. مفيش أحلى من طبيعة الإنسان وعن نفسي. يا فلافيلو ليش كده؟ اديني بالذكاء. عليك تقفيل المحل الساعة 10 بالليل، وضروري جدا إنك تسكر الباب الحديد.
صراحة مهما بغيت أشكرك ما راح أوفيك حقك أبد. ترى هذه الأجازة راح أرتاح وراسي ما راح تكون وياي. استنى، أنا اللي هنزل الباب الحديد. أنا اسم شهرتي فلافيلو الحديدي. إيش قاعد تسوي يا فلافيلو؟ افتحوا يلا. مين اللي قالك إني حقفل دحين؟ ما عليك منه يا فوز. مو مركز وما بيركز أصلا وما بي حتى أطالع وجهه بعد، وما أبغى فلافيلو نهائيا في محلي. لو سمحت لا تدخل هني وأنا مو موجود. طبعا أنا ما أبغاك تقلق أبدا يا فوز. يلا إجازة سعيدة عليك. المفروض كده بقى اننا نرمي وراه جرد الميه. فلافيلو يا فالح، انت رميت السطل من دون المويه واصلا ما ينفع تكب مويه، ما تكب اي شيء تاني. اوكيز يا درغام، ابي احصل المحل مالي قطعه واحده مو متكسر. لا تقلق يا فوز، يلا بينا ندخل ناكل حتتين جاتوه. بب بب بب. لا يا فلافيلو، انا وعدت يا فوز ما حتدخل المكان هذا الا لما يرجع. ده امبوسيبل، مش هتعرف تدور المكان ده لوحدك. يلا ندوره سوا. يلا امسك معايا من الجنب التاني عشان ندوره. ايد واحده ما تسقفش. ترى ما ينفع كل اللي انت بتقوله هذا. وبعدين في ناس شغالين هنا من زمان حيساعدوني. فين دول؟ فين اللي معتمد عليهم ومش عايزين ندخل؟ احنا هنا. هدول هنا خلاص. يلا يا اولاد ندخل ونبدا شغل حالا. انت لا تدخل جوا. شوف يا ليث، انت ادخل عند الفرن جوا، ابغاك تساعد العمال هناك. وانت يا رزان، ابغاك تهتمي بالزباين. ايش حسوي جوا؟ ماني فاهم. مساء الخير، ابي شويه معجنات. معجنات؟ تبغى تاخذ من معجناتنا المليانه زيت هذه ام طعم غريب؟ رزان ايش ده يا بنت؟ اعذرني، تبغى كم واحده؟ واحده هنا وعافيه. رزان ايش اللي قاعده تقولي للزباين هذا؟ انت في مخبز محترم يا هانم، مو محل العاب. بابا الدقيق خلص. تمام، شوف في شوال هنا على جنب، خدوا عندك. يلا كم حسابي لو سمحت؟ صدق ما ادري كم. كيف؟ ايش اللي بسويه هذا بالضبط؟ يا رزان الاستاذ ايش طلب؟ ذكريني. وحده معجنات. يا بنتي هذا كلام. المهم يا الغالي، حسابك حيكون بالضبط. بابا الحق في رغوه وانت بتطلع هنا. انتبه. يا الغالي حسابك بالضبط 10 رغوه. رغوه ايش؟ رغوه كيف؟ من وين جت الرغوه؟ ايش الرغوه هذه؟ الشوال اللي اشرت لي عليه لما حطيته طلع رغوه. يا ولد انت اخذت اي شوال؟ كربونات ولا شوال الدقيق؟ يا استاذ انت اخذت واحده من المعجنات وثلاثه رغوه صح؟ انا اسف اني عطلتك كل هذا. لو محتاج تنقذ المحل انا في الخدمه يا درغام. اياك تدخل هنا يا فلافيلو. بس انت محتاجني يا صديقي. ابي ادفع، وايد اتاخرت. طبعا اتفضل. عيل كم حسابي؟ بابا الرغوه بتزيد مره. معجنات مزيده. فلافيلو تمام، يلا بسرعه تعال ساعدنا. واه اخيرا رضيت عني. وسعوا حالا، احسن مخباز جاي يوريكوا العجين. ايش كلمه مخباز هذه؟ قصدك خباز يا فلافيلو؟ ايوه. اعمل ايه بقى؟ خليك انت عند الكاشير وانا حشوف الرغوه. اوي هبقى كاشير. اهلا يا زبون، خدت واحده معجنات، حسابك 50 مليون دنجل. قلت 50 مليون؟ لا مستحيل، خلها لكم، ما بي منكم شيء ابدا. انت عندك حق، ما تاكل شيء بزيت تاني. اوه فتحتوا محل كبير وجديد يا رزان بتاع معجنات، مبروك عليكم يا اصحابي. تعال يا رستم باشا، بنلعب لعبه المخبز دي، فيري اكسايتنج قوي. درغام هنا ولا لا؟ درغام انا هنا. مين بيسال عني؟ انا ماني شايف شيء. عاملين حفله رغاوي هنا من غير ما تعرفوا اي حد. تشيكي تشيكي باو يا درغام، هنروح النهارده المشوار بتاع صاحبي صدف اللي اتفقنا عليه. اتمنى ما تكونش نسيت وترجع تقول لي لا انا نسيت. صدف مين؟ مرحبا انا صدف، وكالعاده انا جائع، الا يوجد هنا اي شيء يؤكل؟ يا درغام انت بتفهم في الامور دي اكتر مننا، احنا جايبينك عشان تساعدنا. الساعه 8 بالليل لازم نتقابل، يا ريت ما تجيش بايدك فاضيه لانه مش من الذوق تعمل كده. انا هعتمد عليك في ده. بس انا ما قلت موافق. ايش ده؟ اصلا لسه ما حلقت. المهم يا رزان يا بنتي، دحين مضطر اروح للحلاق بسرعه. ابغاك تحضري لي زي الشاطره نص كيلو بسكوت مملح وزيه مسكر، وما تقولي لي الاشياء اللي هنا مزيته. ابشر يا بابا. كل زبون. ممكن نص كيلو فطاير ميه لو سمحت؟ حالا هجيب لك فطاير ميه سخنه جميله. دي فطاير ودي ميه. مبلوله خالص اهي. عم فلافيلو فطاير المويه ما بتنعمل كده. مين قال كده؟ هاتي العلبه دي نحطها فيها. دكتور ابو العينين طلبك خلاص صار جاهز. الزبون كومز فيرست. بصي للزبون ده واقف قدامنا بقاله حبه. بصي بصي اهي دكتور ابو العينين، هتعمل ايه بالفطاير اللي هتاخدها؟ عندي حفله مع اصحاب العلماء في المختبر، هنحتفل باختراع الجديد اللي يعتبر من اهم الاختراعات. ايه اشرح لي عملت ايه؟ بهتم بزبايني جديا، يا ريت اختراعك يبقى اكله حلوه. لا انا اختراع الجديد يا فلافيلو عباره عن المحلول ده. المحلول ده لو حطيته مثلا على اي اكل في الدنيا اللي هياكله هيحس انه زي طعم الاكل اللي بيحبه، يعني ما يقدرش يفرقه عن الاكل الحقيقي ابدا. لو حطيته على بطاطس هتبقى جرجير؟ لا هيتصرف زي الطعم، يعني مثلا لو حطيناه على المخلل اللي هياكله هيبقى شخصيه مره ومتعصب ومتضايق على طول. دكتور ابو العينين طلبك جاهز. جاي حالا. مش مصدق، لو قريت كل يوم 50 كتاب هبقى مثقف. ممكن ابقى زيه؟
هقرا النهارده 50 كتاب عشان ابقى دكتور فلافيلو. يا ترى هنجح في ده ولا لا؟ قولوا لي اه ولا لا. اسمعني، همشي علشان اتاخرت، عشان الضيوف ما يعيطوش. تخيلوا لو ناس كبيره وعلى عيطت وقالت فطاير فطاير، عايزين الفطاير. الزباين تقول اللي تقوله، الزباين دائما على حق. اتفقنا تمام؟ اهلا ابو العنان. اهلا، ازيك يا درغام؟ اوه شكلك كشخه يا بابا. شكرا يا ليث. عشان خارج علبه البسكوت صارت جاهزه. جاهزه يا بابا. انا لازم امشي، الرغوه هتحتل العالم يا نازل، حقوني. انا مبسوط هنا يا ليث. وصلنا كده المكان ولا لسه يا صدف؟ انا جائع. تمام، فهمنا انك جعان. لما نقعد يبقى كل من الويفر اللي في العلب اللي معايا. انت يا اخي ما بتقول شيء في حياتك غير انك جيعان وعطشان بس. جائع. هذا شكله غريب مره. انا هخبط على الباب بقى يا جماعه. رستم رستم رستم. الباب انفتح. انا اسف يا فندم، خبطت على راسك زي البطيخه اللي اشتريتها من السوق النهارده الصبح. ايه تفضلوا، مين بتكون هون؟ شوف يا طيب، حنا جايين نتفق على مشروع معاكم. تمام تمام، يعني انتوا لضيوف. يا جولي، ضيوفنا وصلوا هلا بهالتكه. اهلين اهلين فيكم يا اوادم، شرفتونا ونورتونا كتير، تفضلوا. يلا ندخل جوا يلا. يا ترى ايش بيسووا في المخبز، خربوه ولا لسه؟ ما فيش حد يجيب لي ايس كريم لو سمحت؟ وسعوا، انا خلاص عندي مهمة عظيمة. يلا يا فلافيلو، هوبا، تعال يا زبون يا جميل، خش على الايس كريم العظيم. انت بياع ايس كريم رائع. انا عايز بولتين ايس كريم شوكولاتة لو سمحت. ما عنديش شوكولاتة، اطلب حاجة تانية. بس انا شايفها قدامي اهي. قلت لك ما فاضلش منها، خلاص كل ده بتاع فلافيلو. طب انا عايز ايس كريم ليمون. لا ده كمان بح. ازاي؟ ما انا شايفه هو حضرتك. فينيتو، حظك وحش. يلا ركز. عم فلافيلو اعطي للزباين ايس كريم، انت بتمزح وحتطفشهم. تمام رزان، زبوني العزيز، عندي ايس كريم بالسبانخ جميل، شكله هيطلع لوزوز، عايز ولا لا؟ لا مش عايز، خليه. لا مش هخليه، استنى خد. وراح فين؟ لقيته خلاص اهو، موجود اهو، شكله بقاله فتره كبيره قوي وحامض. اطلع يلا. يا يا الايس كريم بيطير. تفضل استاذ. تسلم يدك. صحة وهنا. جميل جدا هذا الاكل، انا جائع جدا. تفضل استاذ، كل من البسكوت اللي جبتوه، اكيد رح يعجبك. شكرا يا زهى، عليك ان تكثري منه. بيتكم جميل قوي يا فندم. يا ترى بقى ايجار ولا تمليك؟ كل بسكوت، يا ريت تاكل احسن. فكك من الايجار والتمليك يا رستم، احنا ايش لنا؟ يا استاذ هذا بيمزح معاك مو اكتر، حنا جايين في مشروع. نعم نعم، البسكوت المسكر ده حلو قوي، جربت المملح؟ يلا شوف حلو ولا ايه، عشان لو كده ابقى اشتري منه وانا مروح. نعم نعم، طعمه لذيذ جدا يا رستم، لكن للاسف انا ما زلت جائع. انا ايه اللي بيحصل لي؟ عايز افهم. اي 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 انا نفسي جزعت قوي مره واحده. وانا ايضا أشعر أنني أريد حك جسمي. إيش؟ إيش بتقول؟ آسفين يا فندم، أنا بعتذر منك. رستم أنت إيش بتسوي؟ الكراسي بتاعتكو دي متنجدة بشكل حلو قوي. لا استناني، العمود ده رخام ولا جبس؟ كل حاجة حلوة قوي عندكو. رستم أنت جاي تحرجنا؟ ما هذا المكان السخيف الذي أتواجد فيه؟ بصي بصراحة يا هانم، بيتك ده حلو ومسكر قوي، ولا النجفة الحلوة دي خطيرة، أنا عايز أكلها بجد. هوبا. عايز أخدها. شو هاد عم تقوله يا ابني؟ انت منيح يا صداف؟ لست بخير، بل ولن اكون في خير ابدا. لا ايش صار لهم؟ يا دكتور الحفلة رائعة جدا، يا ترى متى سترين اختراعك الجديد الرهيب؟ ايوه كل وقت فعلا، فين ازازة المحلول يا ترى؟ اهي لقيتها. ايه ده ازاي؟ الازازة دي نصها فاضي ليه؟ نصها فاضي ليه؟ يا ترى راح فين؟ دي كارثة. اي النجفة دي حلوة قوي ومسكرة. عاملين ايه؟ انا محلو قوي وعايز اكل كل حتة في بيتكم المسكر. يا لها من منضدة سيئة.
يا زهى، شو هاد يلي عم بيصير معهم؟ شو رفيقك صدف يا بنتي؟ احكي لي. ما بعرف، بحياته ما عامل هيك، عن جد ما بعرف شو بو. ما عم بفهم شو هاد اللي عم بيصير. قميصك سيء ومظهره أسوأ. أنا شايف إن النهاردة كل حاجة حلوة قوي يا جماعة. ليك يا بنتي، أنا رح أستنى بس خمس دقايق، لو ما هديوا رح أقول لهم كلهم أني ما عاد بدي أرجع أشوفهم. تمام يا بابا تمام. درغام بيك تصرف بترجاك. تمام. إيوة. شو عم تعمل؟ بحاول أشتت انتباه أبوك وأمك عشان لا يركزوا معاهم. ما عاد فيني اتحمل. أنا عديت هنا قبل الحفلة على طول، ممكن أكون وقعت المحلول هنا. ايه اللي بيحصل؟ حرب الجاتو بدأت. قلنا الثاندر هجوم. حضرتك طلبت جاجة بشوكولاتة وطلبك جاهز. وحسابي كام؟ حسابك جاجة بالكريت. امسك كل. شكرا جدا ليك. المكان بقى ساحة حرب حلويات. 90 كيكة شوكولاتة بالضبط، 54 كيكة بالموز، 16 إكلير. بتعملي إيه يا رزان؟ بسوي قائمة بعدد الأشياء اللي بتخرب. برافو كملي. عايز أسألك سؤال، النهاردة وأنا بشتري منك الفطير نسيت على الترابيزة إزازة، والإزازة دي نصها وقع في مكان، عندك أي معلومة عن الموضوع ده؟ أنا بقى عندي. ها اتفضل. اشرح لي اللي حصل بسرعة. استنى هنزل مفاضلش معايا كيك. اللي حصل بالظبط لما سبت إزازة المحلول على الترابيزة تقريبا وقعت حبة منه بالغلط. وقعته فين؟ غالبا البسكوت نصه مسكر ونصه مملح. هادي كانت علبة بابا. بابا راح فين؟ طلع الجبل. فين الجبل؟ اكيد في الصحراء. ايه التهريب ده؟ بابا راح مشوار وزمانه جاي دحين. لا يلا بينا يلا قوموا، احنا محلوين قوي ولازم نحتفل بالحلاوة دي. يلا واحنا حلوين كده نرقص دبكة مع بعض، هتبقى رقصة سكرة. يلا نرقص يلا. هاي الدبكة احلى شي صار اليوم عن جد. دخلت الاكشن. وقفة البطل الخارق ابو العنين. قولي حد فيكم تصرفاته غريبة؟ الاثنين هدول الحقهم بسرعة. خلص عليهم على اخر لحظة. ارمي انا البسكوت المملح والمسكر ده. دلوقتي تقدروا تكملوا اللي انتوا بتعملوه. يعني شو هاد اللي صار؟ كل هاد كان مزح؟ ايه ماما طبعا طبعا، مزح خفيف مو اكتر صح؟ انا هقول لكم على اللي حصل، المحلول بتاعي وقع على البسكوت وطبعا غير في البنية البيولوجية. تمام تمام، وانا هيك شايفة. تمام هالمرة مو محسوبة، رح استناكم بيوم تاني بس بلا مزح. خلاص يا صدف يا ابني عم نستناك. انا ما زلت جائع. انا هرجع للحفله اللي في المختبر بتاعي. بالمناسبه في حرب كيك خطيره عندك في المحل يا درغام. حرب كيك في المحل. رحلة الحلويات اللي بحبها. هي برابام. رحلة حلوة قوي يا درغام. برابام. بفضلك انت بناكل كل سنة الحلويات اللذيذة دي. درغام بنحبك جدا جدا يا درغام. رحلة الحلويات الأحلى في حياتي. ييهو. قول لي يا لي، ايش هي الحلويات اللي عليها الدور اليوم في القائمة اللي معاك؟ الدور على زلبيانكا. زلبيانكا اسمها مضحك قوي يا درغام، بتضحكني. طيب الاول رح نكسر يسار وبعدين رح نكمل طوالي. استنى عنك، انا اكسرهولك بنفسي. هوب. لا ما تمزح. فلافيلو ايش اللي انت سويته هذا؟ يا ماما تلاوي. اشغل نفسك باي حاجة. طب ممكن اشغل موسيقى؟ فلافيلو يلا شغل موسيقى. حلوة دي؟ لا غيرها. طب دي؟ هو احنا فين دلوقتي؟ قربنا بس رح ناكل مهلا بيكم. ممكن ثلاثة مهلا بيكم يا عمو؟ لذيذة مرة المهلبيكو. بس أنا مش بعتش لسه، المهلبيكو دي صغيرة. عايز 10 كمان. دحين كيف راح نروح مشوارنا؟ اركبوا السيارة يلا. أنا زهقت قوي، ينفع أقلع جزمتي ولا ما ينفعش هنا؟ إياك تسوي كده. تمام تمام يا فلافيلو. مين؟ إيه؟ وصلنا خلاص. إيش رح ناكل هنا يا ولدي؟ خالد علي. أنا مبسوط قوي، عمالين لأول مرة بناكل حلويات أسمائها غريب جدا. هادي غير طعمها، يعني زي زي خالد علي. ايوه
اخت ام علي. ايوه ليها طعم زي الام علي بالضبط. لحظه يا جماعه، استنوا كده، تفتكروا انهم قرايب؟ فين رح نروح دحين يا ولدي؟ خلاص وصلنا لاخر مكان في قائمتنا هذه، احلى مدينه. وقت الكنافه. ياهو. ايش هذا يا ليث؟ ايش الطابور هذا كله؟ بابا انا جايبك عند اشهر محل كنافه في البلد على فكره، عشان كده الناس هذه بتجيله من كل مكان. لازم نسوي شيء، بس ايش؟ كله يوسع يا جماعه، معانا واحد مريض محتاج نقل كنافه في اسرع وقت. انا تعبان مره، ادوني كنافه. ايش اللي بيصير يا هذا؟ وسعوا لنا بسرعة أرجوكوا، وضعه الصحي سيء جدا، لو سمحتوا وسعوا دي حالة طوارئ. ناني الموضوع نجح يا درغام اهو. هاي ناولوا لي الكنافة بسرعة يا جماعة. نافع وانت نايم؟ ما ينفع العلاج وانا واقف، لازم اكل وانا نايم. يا اخ ممكن توسع شوية؟ يا حاجة وسعي كده. ناني خلاص يا فلافيلو، صرنا اول ناس، نزلني هنا يلا. قلت لك نزلني، ما ترميني على الارض. بحب اعمل الغير متوقع دايما، سوري. اخيرا نجحت جيب لك نافة طيبة هي. عن جد ما فيني اوصف لكم طعمه. لو مدحت الكنافة دي اكتر من كده حيغمى عليا قدامكم. لا انا ماشي خلاص. يا شيف فستق يلا بسرعة عمل لنا احلى كنافة عندك، وياريت تكتر المكسرات على الوش. ايوة احنا مستنيين اللحظة هذه من الصباح، كده قربنا نخلص القائمة حقتنا. خلاص ما عاد اعمل كنافة بعد اليوم، بكفي. ايش بتقول يا شيف فستق؟ انت بخير؟ احنا جيناك من اخر الدنيا، وبعدين احنا لازم نخلص رحلة الحلويات حقت السنة هذه اليوم. انا بهذا الدكان من تحت راسكم وراس الزباين اللي مثلكم من سنين طويلة، صار لي 50 سنة واقف هون عم ساوي كنافة. 50 سنة، متخيلين شو 50 سنة؟ ايه ده، مبروك تميت 50 حزيبة زيويو. خلص اسكت، من اليوم ما في كنافة، خلص بطلت شغل، فهموا لك؟ فهموا؟ لا اوعى تقول كده، الليسته دي كل حاجه بالنسبه لي. الحقوا الرجال سايب الدكان وماشي. وانتوا كمان يلا برا، ما بدي اشوف حدا هون برا. لا استنى شويه. ايش فيه؟ كله برا يلا، ما بدي اشوفكم انتوا كمان، رجعوا على بيوتكم. خلاص العرض خلص، خلاص ما عاد في كنافه بعد اليوم نهائيا. درغام هنعمل ايه دلوقتي؟ انا جيت هنا عشان اكمل الليستة الطويلة، وعلى رأي المثل لا تؤجل حلويات اليوم الى الغد. تدري يا فلافيلو، حب الحلويات اكتر شي بيجمعنا. شوفوا شفتوا الشيف فين دخل؟ رايح تسلق الجبال. يتسلق الجبال؟ بيتسلقوا الجبال في الحلة ولا ايه؟ لا حلة ايش يا عم فلافيلو، بيصعدوا الجبال يعني. ليه طيب؟ مش فاهم انا ليه اطلع جبل كده من غير سبب يعني. تمام انا وايد فرحان اننا اتفقنا يا صديقي، هاي الباشر الساعه 6 الصبح بنتقابل هني ونبدا الرحله. ايه خلينا نبلش بسرعه لانه الكنافه رح تطلع من ادنيه. كيف؟ خلاص انسى، موعدنا بكره الصباح. الاحداث شكلها بتتطور. ايوه ده بيقول هيطلع كنافه من ودانه. لا انت ما فهمت، شيف الكنافه هيغير وظيفته ويتسلق الجبال. يعني ما راح يعملنا كنافه كده خلاص؟ لازم نوقفه يا درغم، ما نسيبوش. لازم نخلي الشيف فستق يرجع عن قراره ويسوي لنا كنافه تاني زي اول. طيب يلا كله يضبط منبه حالا، بكره الصباح راح نصحى نبدا عمليه الدفاع عن محل الكنافه. عايزين تسمعوا نغمه المنبه بتاعي يا جماعه؟ بصوا، اكتر صوت مزعج للاعصاب بجد. يا هلا بكل متسلقين الجبال، عندنا اليوم مهمة صعود جبل حجر جر، جاهزين ولا شنو؟ جاهزين طبعا. جبل حجر جر؟ شكلكم جديد على ما اعتقد، ترى اول مرة اشوفكم هني. احنا مش متخفيين وما حدش مركب دقن حضرتك. صح، انت اللي شكلك بيقول انك مركب دقن وبتضحك علينا. وش تسوي يا ريال؟ اتأكدت انها حقيقية. طب ما تيجوا كده مع بعض نتأكد من الشنب كمان. قلنا ماشي. بابا استنى، ايش بتسوي؟ لا تتهور عشان ما حد يكشفنا، احنا لازم ما نلفت اي انتباه. اشتا انا هادي جدا، بس عيني بتضلم لوحدها ساعات. شيفوا الكنافة داخل قدامكم هنا، بسرعة اقعدوا جنبه يلا. وسعوا كده، وسعوا للراجل ابو دقن ده. تمام، دحين ممكن نبدأ الخطة. ابدأ يا صاحبي. انت بتكلمني؟ ايوه.
سمعت اللي صار للحلواني اللي تسلق جبل حجرجر؟ كانت حكاية وحكاية السنة الماضية، كيف ما سمعت عنها؟ سمعت. لا انت ما سمعت شيء، راح تسمع مني وراح احكي لك. هسمع منك دلوقتي يلا، اكيد حتحكي عن الحاجات المخيفة اللي بتحكيها. الحلواني العجوز ساب شغل الحلويات وقرر انه يتسلق الجبال من غير اي خبرة، وهو رايح بالباص قطع طريقه شوية وحوش مفترسة وكان مرعوب مرة. وحوش مفترسة؟ ايوه وحوش مفترسة. عم تحكي جد؟ ايوه وحوش مفترسة مرة. لا وحشرات كمان. انا ما بصدق. بابا ايش بتسووا؟ مو عارفين تخوف الرجال. فلفيلو يلا ننفذ الخطة باء، الخطة باء بسرعة. تمام. تشيك 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 هوبا، تشيك تشيك لومبان لومبان هوبا، بديب تاب ديب تاب. انت ايش بتسوي؟ مو هذه هي الخطة باء؟ سوري اتلخبطت، دي الخطة زين. ايش اللي وداك للخطة زين يا عم فلافيل؟ وقول لنا الخطة باء باء، الخطة باء باء. اتفرج علي. نزلوني بسرعة هنا، ما حسوي كده، انا خايف مرة، ما راح اطلع الجبل هذا. ها وانا كمان مش هعمل كده، بسرعة وقفوا الاتوبيس ونزلونا. الوحوش المفترسة. شنو تقول يا ريال؟ ماكو اي وحش. انسى الوحوش هادي يا فلافيلو، دحين انا رايح انفذ الخطة جيم، وعليك انك تلهيهم الين ما اجي. طيب ساعدوني، عندي انهيار عصبي في ركبي. ياي انتظروا خلنا نشوف شو اللي صار للريال، استريحوا 10 دقايق وبنكمل رحلتنا. نطلع هذا وهذا، ما حينفع. هذا ايش بيسوي هنا اصلا؟ تمام. باقي شويه ونوصل للكنافه. تمام يا فلافيلو، قوم الموضوع انحل خلاص. تمام انا هديت، ممكن نمشي بقى دلوقتي. يعني خلاص صرت بخير؟ انت متاكد؟ شو هاد يا جماعة؟ الباص خربان. هوبا هرا كده، كل واحد فينا حيرجع على بيته يا جماعة، ويرجع يسوي الكنافة تاني. ها شو؟ لازم نشغله ولازم اطلع على هذا الجبل، ما بدي ارجع وما بدي احضر كنافة بحياتي. ايه يا استاذ، بس الباص ما عم يشتغل، شو عامل؟ اكيد رح يشتغل ورح ندفش لحديت ما يرجع يتحرك. لازم يروح على الجبل بأي طريقة كانت. هيك دفش، امتى راح نوصل جبل حجرجر؟ بعد 50 مليون سنة. اجري. يا خيري لك انكسرت، واعتقد في هذا الوضع يعني شكلك ما راح تعرف تيجي معنا اليوم. دندري 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 دندن دندري 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 دندن، نجحنا. يا صباح الاخبار اللذيذه، خلنا نلفها مؤقتا وبنتصل بالاسعاف علشان يجوني ينقلوا من هني حالا. ما بدي وما راح ارجع بيتي ابدا. هوبيدي هوبيدي هوبيدي، جايين لك يا كنافه. ايوه يلا. بابا الموضوع صار سيء بزيادة. كيف يعني؟ احنا هدمنا كل احلام الرجال، مو شايف ولا ايش؟ كمان رجله انكسرت وما حيسوي اكتر شي يبغاه، سوينا اسوأ من اللي سويناه بمراحل وضميرنا حيأنبنا. اوف للأسف انت عندك حق، شكلنا تصرفنا بطريقة سيئة وكمان خربنا الباص حق الناس، غلط هذا التصرف. يا صاحبي عارف يعني ايه كنافة بالجبنة السايحة والمكسرات؟ يا اخوانا انا هاكل داني من كتر الجوع. بعد انا ما دخلني. فلافيلو استنى، الرجال بيبكي مو شايفه؟ انا مش شخص اناني يا درغام، ما تقلقش، انا مش بفكر في نفسي طول الوقت، مش اكتر، عادي زي اي حد. لا هادي انانية، احنا غلطنا ولازم نصلح غلطنا اللي وقعنا فيه. كيف حنصلحه يعني يا ابني؟ اولا انت راح تصلح الباص اللي خربته هذا، وبعدين حناخد الشيف ونروح بيه على أقرب مستشفى. ها؟ وهنرقص دبكة؟ أكيد لا، حنطلعه لقمة جبل حجرجر. دقني وقعت من الحماس يا جماعة. يعني أنا مو مكتوب علي إلا أني ساوي كنافة طول حياتي، جاي على بالي شي وأطلع وما ساوي أي شيء له علاقة بالكنافة، شو اللي عم بيصير لي ما بعرف. أنا أتعس إنسان بالدنيا. استنى لو سمحت. مين هاد اللي عم بينادي؟ أنا اللي حوديك لقمة جبل حجرجر اللي كان نفسك تصعدها. بلا مزح يا ابني، ما فيني روح لأي مكان بحالتي هي.
انت ما عندك رجل واحدة يا شيف، من دحين صار عندك 6 رجول وست ايادي. شو؟ شو اللي عم بيصير؟ يلا يا اولاد رح نطلع القمة كلنا. أخيرا نجحنا ووصلنا للقمة. يا سواق انت بتعمل ايه هنا؟ وايه اللبس ده؟ ما بعرف، انا تحمست لما شفتكن. اي 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 كتير دايخ. البس يا اخي كمامة الاكسجين دي، حد يطلع الجبل بقميص وبنطلون قماش كده. واخيرا نجحت، مالي مصدق حالي قدرت اوصل للقمة اللي كان بدي اطلع لها. بحب اشكركن يا شباب، بفضلكن حققت أهم أحلامي اللي كنت فائد الأمل إنه حققها بيوم من الأيام. على إيش؟ مبسوطين إننا ساعدناك. فلافيلو باشا، مرق لي الليستة لشوف شو فيها. ها؟ يعني خلينا نشخط على هي. وبوعدكم بس ننزل رح أحضر لكم أحلى كنافة فيكن تاكلوها بحياتكم كلها وقد ما بدكم كمان. أولي! أخيرا نجحنا، اخيرا خلصنا القايمه حقتنا. وانا كمان اشتقت للكنافه بس بعدت عنا. الزباين المحترمين اللي مثلكم بيستاهلوا اني ارجع اشتغل من جديد، ما بستغني عن الكنافه ابدا. يوبي انا فرحان قوي. شنو يا جماعه قولوا لي ايش حقه فرحانين؟ كفك يا صاحبي كفك. اوي سلمت عليه جامد سنه.